يعني ابهاتنا واهالينا تحس ان هما كانوا بيخرجوا بره الكومفورت زونز بتاعتهم فبيبروديوس احسن حاجه او بيبروديوس اكتر حاجه، انما مع جيلنا مع الطريقه اللي احنا اتربينا بيها والطريقه اللي احنا عاصرنا بيها التغيرات اللي بتحصل في العالم، احنا هدفنا اكتر ان احنا نبقى مرتاحين، يبقى في كومفورت ويبقى في يعني من الاخر ما نبقاش طالعين بره الكومفورت زون بتاعنا، ما نبقاش بريشرد باي طريقه. هاي، انا باسم مدحت، عندي 24 سنه ومتخرج من فيلم الميديا ستاديز في بي يو اي. دلوقتي انا بشتغل في الجيش، بقضي المده الخدمه العسكريه بتاعتي، وقبليها كنت شغال سي اس ايجنت في امازون ايجيبت. قبل ما ابتدي، اول ما اتخرجت كنت متصور ان الشغل هيبقى زي ما درست شويه، او هيبقى ماشي على نفس النمط اللي انا اتعلمته في الجامعه. طبعا مش ده اللي انا لقيته خالص. لا، ما فكرتش ارن ماي اون بزنس، عشان الفيلد اللي انا متخرج منه او الفيلد اللي انا بشتغل فيه بيبقى موسلي معتمد على ان انت تشتغل فريلانسنج او تشتغل مع ستوديوز معينه. انا كحد بيشتغل كاز سكريبت رايتر، ما اقدرش مثلا ان انا اجمع عدد سكريبتس معين وافتح بيها بزنس او افتح بيها شركه، عشان مش هو ده البيزنس موديل اللي ماشي عامه في الفيلد ده. في العادي بالذات كمان ان الميلينيالز وجينيريشن زي وكده بيعتمدوا على نمط معين في الشغل ونمط معين في ان هم عايزين يعملوا فلوس، بس مش عايزين يمشوا بالنمط المعتاد بتاع شغل من 9 to 5. انت بتمشي على حسب قوانين شركه معينه، انت ملزم بالدرس كود معين. طبعا اهم حاجه في الورك بليس ان هو يبقى الكوميوت بتاعته سهله، ما تبقاش حاجه انت بتضطر تشقى كل مره انت رايح، او كل مره عشان توصل الشغل تبقى حاسس ان انت شقيان وان انت خلاص مجرد ما وصلت الصبح انت خلصت كل طاقتك. طبعا المكان يبقى كومفورتبل، يبقى سبيشس كفايه ان انا اعرف ما بقاش مزنوق في الشغل، ما بقاش اللي هو مزنوق على ديسك. اكيد فكره ان احنا نبقى مضطرين ان احنا نروح الشغل ده اصلا، حتى لو انت في ايام انت بتروح الشغل مش بتعمل فيها حاجه، في شغلانات كتير قوي ايا كان بقى ايه الفيلد، انت البرودكتيفيتي بتاعتك ما بتبقاش لينير مع الاتندنس بتاعك ثرو اوت الخمس ايام بتوع الشغل. اكيد اي حد هيبقى عايز ان هو ياخد بروموشنز او ان هو يترقى اكتر في مجال شغله او يترقى اسرع، بس طبعا ان الواحد يبقى رياليستيك اكتر، فهو هيبقى بيدور على الاكسبيرينس، عشان بالذات ما بين الايج رينج ان انت تبقى 22 سنه او 21 سنه ولسه متخرج لسن ال 30 مثلا، بيبقى اكسبكتد منك ان انت تأدي ورك لود معين وتوصل ورك لود معين. فانت يعني في معظم الشركات اللي انت بتقدم فيها، او معظم شركات الاتش ار، او معظم الشركات اللي عامه بتعمل الهايرنج، بتبقى بتدور على ان انت عند سن معين تبقى جمعت اكسبيرينس عاليه. طبعا اليوتيليتيز اللي هي زي ديسبنسر ميه، كوفي ماشينز، ريست روم او مكان اعرف اخد البريك بتاعي فيه، جنرالي يبقى فيه زي ما قلت او كلمت في اول الانترفيو ان انا اكيد لو في سبيس كافي ان انا مثلا اطلع بره الشركه، اقعد اشتغل بره في الهواء، اتحرك عامه، يبقى فيه سوشيال، يعني سوشيال سيت اب اكتر من الموضوع يبقى مينلي فوكست على ان انا رايح اقعد على المكتب بتاعي اخلص شغلي وامشي.